أما أنا توا باش نسأل وأنت باش تجاوب. سين، شكون تعمل أنت وسيوس وقت كرهبت الحاكم وقفت مع حداكم؟ كنا نتمشيو على البحر. لا، أو سيوسف خطيبك اللي طلع مش خطيبك قال لي كنتم في وضعية أكثر حميمية كما يقولوا فيها شالوروز. يا حل فمك جاوب عاد. قبل نبوس في بعض. نبوسوا في بعضنا، نشفوا مع بعضنا، نمغطوا في بعضنا. اكتب وكنا بصدد التجاهر بما ينافي الحياة والمجاهرة عمدا بفحش مع فعل فاضح في الطريق العام. فعل فاضح؟ هذاك التوصيف القانوني بتاع الوضعية اللي لقيناك فيها.